طب نقول نزاكا زي ما حبيتوها في ليالي الحلمية، ولا شهرت في هوانم جاردن سيتي، ولا إلهام هانم في البيه البواب. صفية العمري مواليد المحلة وخريجة تجارة الإسكندرية، المترجمة السابقة اللي اكتشفها رمسيس نجيب وقدمها للجمهور، ومن يومها وهي واحدة من أيقونات الشاشة. عرفت بجمالها وعيونها الجريئة اللي جعل أحد تجار السيارات يطلق على سيارة معينة اسم عيون صفية سنة 91. كشفت الفنانة صفية العمري عن سر رسمة عيونها ومكياجها، إنها كانت بتصور فيلم مهم للمخرج نادر جلال في استوديو الأهرام قدام فنانة كبيرة في الوقت ده. رفضت ذكر اسمها، لكن بسبب الغيرة النسائية منعت الفنانة المشهورة دي دخول الكوافير والمكياج لغرفة صفية العمري، محاولة منها علشان تفشل. لكن من تلك اللحظة قررت صفية انها تعتمد على نفسها في وضع مكياجها وظهرت باللوك الجميل ده. لو عرفت الفنانة دي او اسم الفيلم يا ريت ما تنساش تكتب لنا في التعليقات.